آسفة عن هذا التقطيع، لأن كان لدي شيء أعمله. بالطبع، فأين وصلنا؟ شراء. وصلنا إلى شراء. إذا تريدين أن تقولين الشراء بطريقة فظة أو بطريقة ليست جيدة، تقولين شراء شراء. ولكن إذا تريدين أن تقولينها بطريقة كيوت، فنقول سيرا. وهذا الشيء، سامحوني لأن عربيتي ليست جيدة كثيرا، فأنا أمازيغية الأصل وقبائلية الأصل. سأقول جملة بالقبيل، نيك هضرة ثقفيليس، حملة ثقفيليس بزاف، دونك سمح ثقكن. فهذه كلمات كثيرة بالقبائلية، لذا أريدكم أن تسامحوا لي كثيرا. فأين وصلنا؟ وصلنا إلى شيو. فإذا الرجل الكوري قال راميون موكو قالو، راميون موكو قالو، فماذا ستقولين؟ الكثير من الناس في كوريا يفهمون هذا الشيء ك هل نذهب للبيت معا لنأكل راميان؟ هناك طريقة أخرى لهذا المعنى يمكن أن أقوله. راميان يعني أكل، هو عبارة عن نودلز، like كيف أقول لكم، نودلز أو بهذا الشيء اندومي، اندومي فهو عبارة عن نودلز الاندومي. راميون اسمه بالكورية، موكو يعني الأكل، عم 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 موكو كالي، لنذهب لنأكل كالي، تبي كالي، لنذهب للبيت، موكو كالي، لنذهب لنأكل. هل تفهمون هذا؟ إذا كنت تريدين أن تقولين لرجل هيا لنذهب للبيت معا، خطيبك أو زوجك، ستقولين سيلا 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 أميان موكو قالو. سأقولها بطريقة شيك، راميان موكو قالو. أي لنذهب لنأكل راميان في البيت. إذا سنقولها عن عبارة عن دراما، فهناك دراما أين المرأة ورجل يحبان بعض لكنهم ليست في علاقة غرامية، لا ليسوا في علاقة غرامية، لذلك فهم ليسوا كوبل، أي ليسوا عبارة عن حبيب وحبيبة، ولكن يحبان بعض وهم يعرفان أنهم يحبان بعض. وذلك يقولونها الكوريين سام، أي يعني أن تحبوا بعضا ولكن لستوا في علاقة غرامية. إذا لما لديكم علاقة سم تقولون سم تاندا، سم تاندا. في تلك العلاقة يكون الرجل سم نم، سم يعني أن تعرفان أنكم تحبان بعض، نم يعني رجل، سم نيو يعني سم أن تكون في علاقة، ما أنك تحبينه ويحبك ولكن لستما في علاقة. نيو يعني الطفلة المرأة، أي نام يعني رجولة، نيو يعني أنوثة، نامجا يعني رجل، يوجا يعني مرأة. لذا دعونا نذهب إلى السبجكت بتاع الموفي ونكمل ذلك الفيلم، حكاية ذلك الفيلم. ف تلك المرأة لا تريد أن يذهب رجل البيت، وتريد أن يبقى معها القليل من الوقت ويستمتع بالوقت في مشاهدة فيلم أو التكلم أو شيء كذلك، فماذا ستقول؟ إذ لم يكن لديها أي شيء لتقول، فماذا ستقوله؟ تقول راميان مكوغالي،
هل تريد أن تأكل معي راميا؟ أو بطريقة الأمعاني؟ هذا يعني هل تستطيع أن تبقى معي اليوم؟ رجاء 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 رجاء. ولكن لا تحسب ذلك الموضوع بأشياء كثيرة، فقد يقول رجل أو امرأة تقول يا رمي المكوكا، يعني إنه جائع، فقط جائع ويريد أن يأكل، جائع. فهذا لذا يجب أن تتفكر هذا. إن قال أحدهم رمي المكوكا فهناك معاني كثيرة، فأنتم يجب أن تفهموا ذلك المعنى وحدكم، فقد يكون جائع أو قد فهو قد يكون جائع أو قد يكون يريد فقط أن يأكل أو يشتهي للراميان. إنني آسفة عن التقطيع لأن باتري انتهت ولم يكن لدي باتري أخرى، لذلك فأنا قد تعثرت كثيرا، إنني آسفة. جسامني دا. إنني متأسفة. إذا لنعود الموضوع. فبعد أن انتهينا عن المشاعر والحب والألم في القلب، سنعود إلى أعضاء الجسم. سنتكلم عن جروح وألم في أعضاء الجسم. فهناك موري نون كو إيب أرجور سون، هناك كثير. إذا موري أبايو، موري أبايو، رأسي يؤلمني، موري رأسون، نون أبايو، نون أبايو، عيني تؤلمني، نون عيني. إب أبايو، إب أبايو، فمي أو شفتي تؤلمني. وإب أبايو قد يعني شيء آخر. فإذا قالت بنت إب أبايو فهذا لا يعني أنه يؤلمه، أي تعني أنه من الصباح وهي تتكلم وتتكلم 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 وأنت لم تفهم ولا شيء. بام، هذا الشيء صعب. إذا إب مان أبدا، نضيف مان، إب مان أبدا، أي يعني فقط فمي يؤلمني، وهذا يعني أني قلت من كما قلت من الصباح وأنا أتكلم ولكن لا تفهم، لهذا لن أعيد كلامي مرة أخرى. point. سن أبايو، سن اليدين، سن سن كارك أبايو، سن كارك أبايو، سن كارك أظافر، ليس أظافر، أصابع، أصابع اليدين، سن اليدين، كرك أصابع اليدين. تاري أبايو، رجلي تؤلمني، رجلي تؤلمني. باري أبايو، أي يجب أن أشرح لكم بالترتيب، هذا رجل، هذا فوت. إذن بال لي أبايو، هاي عبارة عن الرجل باللغة العربية، صعب جدا أن أشرح لكم. تستطيعون أن تقولون أن تاري أبايو، بال أبايو، أي لما مشيتم الكثير ورجلكم توجعكم، لذلك تستطيعون تقولون ذلك. بالكارك أبايو، أيني أصابع القدم تؤلم، بالكارك أصابع القدم. بي أبايو،
Paru. فيعني أنا عبارة عن كرشي تؤلمني. My stomach تؤلمني. أي كرشي تؤلمني. إذن كرشي تؤلمني. بيا بايو قد يعني كثير من الأشياء. بيا بايو ها بيكو با بيا بايو لما تكون جائع أو لما تكون تريد أن تذهب للمرحاض. إذا أظن أن هكذا ختمنا الحصة. فالحصة جميلة، فالحصة جميلة، فالحصة جميلة. شكرا لمتابعتكم و please subscribe، اشتركوا في القناة رجاء وتابعونا في الانستغرام instagram.com. رجاء تابعونا في القناة وتابعوا فيديوهاتنا. شكرا شكرا شكرا. لذا دعوني أودعكم بأغنية.사랑해 사랑해요 오빠 사랑해 오빠 보고 싶어. 이슈테리쿠 빌카넷 ورجاء انتظرونا في الحصة القادمة، والحصة أظنها أن ستكون مثيرة. أريراريراريرانغ أريرانغ ستكون عبارة عن لسن عن الرجال الكوريين في ميليتاري. وإنني متأسفة جدا عن كوريتي الغير جيدة وعربيتي الغير جيدة، فكما ذكرت من قبل إنني لست عربية الأصل ولست عربية أيضا، فإنني أمازيغية وقبائلية من الجزائر. لذا أريدكم أن تسامحوا لي رجاء، لكن لست بتلك الغباء في اللغة العربية، فإنني تعلمتها منذ أن كنت في العمر الخامسة. إذا رجاء سامحوا لي وتقدموا وأقبلوا اعتذاري رجاء. إذا سأختم هذه الفيديو بأغنية. La 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 la